مينا، قصتك ايه؟ بدأت ازاي وفين النقطة اللي انت عندها قررتي اني لازم اخس؟ قصتي بدأت من بالظبط من 4 سنين ونص. كنت انا تخينة جدا، كنت كان في وزنك كام؟ الجامعة كنت 98، 98، ودلوقتي انت كام؟ 52. هاي كنت في الجامعة عادي، كنت انا اوريدي بحب الاكل جدا، كنت بخلص واروح حياتي كلها كانت اكل. كنت باكل على سرعة طول الاكل في كل الاوقات. معقولة؟ انت احنا فعلا متخيلين بجد؟ يعني انا مره قعدت شفت انا اكلت كام مره في اليوم، حسبتهم كانوا 9 مرات اوف، اكل، يعني مش مجرد اللي هو سناكس مثلا او حاجات كده، لا كان اكل. بدات كنتش حرفيا ما كنتش بلاقي هدوم خالص على مقاسي، حتى القماش لما كنت بنزل افصله كنا بنحط القماشين جنب بعض العرض عرضين عشان نقدر ان احنا نواظب الوسط ويتعمل والحاجه، كان بيتقال يا حاجه، كان بيديني سن غير سني اصلا، كان عندي ساعتها 19 سنه، انا دلوقتي 25. فبنهج وانا بلبس الشراب، وانا نايمه ما بعرفش انام، بقوم مخنوقه، ما بلاقيش هدوم على مقاسي، الهدوم شكلها حلو في الستورز فانا مش عارفه الاقي الهدوم على مقاسي، غير بقى الاكل وانتقادات طبعا من الناس، من القريب او الغريب، مثلا انتي تخنتي قوي، طب كل، طب اعملي دايت، طب ما حدش هيجوزك، ما حدش هيتقدم لك، مش عارف ايه الحاجات دي. بس فخلاص اخدتها بقى فيصل، خلاص بقى اللي هو انا لازم اقفل ده، وقفلت خالص بقى. طيب سالي، لو رحنا بقى لسالي، عايزه اعرف ايه رحلتك، او ايه امتى قررتي تقفلي بقك، او امتى قررتي تخسي وليه؟ يعني ايه اللي كده انت واقفه مع نفسك قايله خلاص بقى؟ يعني الاول انت كنت كام وبقيتي دلوقتي كام؟ انا كنت بالظبط 115، ايوه دلوقتي انا 77. بدات بالعكس، انا حاسه ان انا عكسهم تماما، لان انا كنت بحب نفسي وبحب شكلي وبحب لبسي بكل الطرق، ما كنتش اصلا متضايقه. 25 سنه انا يعني فعلا مليانه، بس انا مش متضايقه اصلا، بس فتره كده اكتئبت فيها كتير، فحسيت انه لازم نغير كل حاجه. احنا هنطلع من الاكتئاب ده ازاي؟ انه الحياه تتغير من اولها لاخرها. يعني خسيتي خوفا على الصحه، مش فكره انت متضايقه، انت مش متضايقه بالظبط. ما هو دي مع دي ما كانتش موازنه احسن حاجه، فلا مش هنغير بس سلوك، احنا هنغير الحياه كلها بقى، هنغير شكلنا تاني. انا كنت حاسه ان انا حلوه، بس انا اكتشفت بعد كده انا بقيت احلى بكتير قوي. احلى بكتير طبعا. اكتشفت يعني الحياه كلها اتغيرت في كل حاجه. اللبس انا اول مره افتكر ان انا بعد ما خسيت رحت اشتريت بلوزه، البنت بتقولي دي اكس لارج، كنت لسه ما خسيتش قوي، قلت لها اكس لارج دي صغيره جدا، انت بتقولي ايه؟ قالت لي صغيره، وفضلت تبص لي كده. كانت اول مره فعلا اجيب المقاس ده اصلا، وانا بجد مستغربه. فدي بالنسبه لي كانت الموضوع كان فارق معايا كتير. بمناسبه الاكس لارج، يعني دي برضه ساعات لما بتيجي تطلبي حاجه مقاسها كبير وانت مليانه شويه، مع حبنا لعشقنا التخاتيخ، حد بيبقى تخنان وشويه بيبقى دمه خفيف يعني، لكن بيبقى في تنمر، بيقول لك انت عايزه مقاس، لا ده ما عنديش، مش فاهم ايه. تنمر حصل لك كتير وانت مليانه شويه، مع انك انت مبسوطه بنفسك. التنمر حصل كتير قوي من ناس قريبه وناس غريبه وناس معرفهاش وناس في الشارع. بس انا كنت باخد الموضوع بهزار شويه، مع انه كان بيجرحني جدا جدا، بس انا كنت يعني عادي بحب اهزر، فتمام انت بتهزر بس هو بيجرحني. انت خلاص في موقف يعني جرحك لدرجه انك بكيتي وتاثرتي، اثر فيكي؟ ما اعتقدش ان انا مره بكيت، لان انا قلت لك انا كنت بحب شكلي، انا حتى كنت بحب نفسي. طب لو رحت لمي، انت بتقولي دلوقتي قلت انا رايحه الجامعه فلازم اخس، اوكي، انت ما حكيتيش الموقف بقى ايه هي، بس انا رايحه الجامعه فلازم اخس؟ لا بس عشان شكلي، فاهمه اللي هو يعني انا مش هخش الجامعه وانا كده. انا حتى برضو اللي هو كان لبس مثلا، اروح اجيب لبس كنت فيه لبس قدامي حلو قوي، بس لا انا هاخد لبس حاجه تانية عشان ده مش هينفع، مش هيجي على مقاسي. وكنت مثلا انا بقيسه افضل اعيط لو انا ليه اخد ده، واللي برضو المقاس برضو اللي انا باخده مش مقاسي، فاهمه؟ بس فقررت ان انا اخس قبل ما اخش الجامعه بس، او اللبس يعني. دي البوينت، هي قصه اللبس. لكن طول ما انت كنت عايشه انا كنت حابه برضو لا لان هناك برضو ما كانش فيه تنمر قوي، ما كانش فيه عنصريه، اللي هو يعني عادي، فاهمه؟ اللي هو كان ننزل مع صحابي بتاع، عارفين مي متربيه معاهم، كبرت كده، فكنت ممكن لما انزل مصر اسمع تنمر من الناس هنا. كنت بتضايق، ما بحبش اخرج في حته هنا غير مع ماما وبابا بس، ما اخرجش مع قرايبي بنات كده، لا هخرج بس مع بابا وماما عشان ما اسمعش تنمر من الناس. بس ف خسيت بقى هناك، فاهمه؟ ايوه بس قبل ما انزل.